إلى بني وليد، حيث شهدت المدينة خلال اليومين الماضيين أمطارا غزيرة وسيولا غمرت الوادي الرئيسي للمدينة والمعروف بوادي الزيتون. كاميرا قناة النبا سجلت تدفق موجة السيول التي غمرت الوادي وفرحة الأهالي بها في سياق هذا التقرير. إنها ليست شلالات نياجرا، وإنما إحدى الشلالات الممتدة على طول وادي البلاد، كما يحلو لأهالي مدينة بني وليد تسميته. سوفجين وميمون وغرغار ووديان مقبل وانبحر، جميعها أسماء لوديان غمرتها مياه الأمطار ليلا. أمطار خير ما شاء الله، أمس مر عليه وليد، قصدي من جميع من كل مكان، دينا من يرجوما كل الدنيا ما شاء الله مطر دومامي ما شاء الله، واو دخل في الوادي والخيرات ان شاء الله يعم على البلاد كلها خير ان شاء الله ان شاء الله بالامن والامان. ها هي كاميرا النبا تتجول على ضفاف وادي البلاد لرصد فرحة الأطفال والكبار، كل على طريقته. البعض قام بالتقاط الصور التذكارية، ولكن هذا الطفل أراد أن يحتفل بطريقته الخاصة والخطيرة. ولولا لطف الله أولا وسرعة والده لإنقاذه لكانت الفاجعة. اليوم جاي فرحان، جاي نشب حسين، وحسين اليوم داير فيضان وإن شاء الله بخير، مريحة لما يمصقع ودي. أهالي المدينة خرجوا كعادتهم لاستقبال هذه السيول التي قطعت مسافات طويلة فرحا وابتهاجا، آملين من الله عز وجل بأن تكون مياه نعمة وليست نقمة، وأن تعود عليهم وعلى الأشجار والماشية بالنفع. للطبيعة تأثيرها الجميل على النفوس، وبعيدا عن ما تعانيه ليبيا من مآس مختلفة يظل أهلها قادرين على الفرح والاحتفاء. محمد حسام، قناة النبأ، بني وليد.